مهند أنت حالة، إحنا يعني كنا نتوقعك أنت ذا الشاب الوسيم اللي عنده معجبات، اللي مهبل فيهم على السناب، مهبل فيهم على انستغرام، تطلع تتكلم عن الرياضة وتحش في برشلونة ولا في مدريد، وفجأة وإذا أنت طالع بذا الدور ونجم كأن لك باع طويل، كان المشهد الحقيقة صادم إيجابية. هل جاء الموضوع صدفة ولا دراسة ولا؟ أكيد الموضوع مو صدفة، هو كان أكثر شيء تحدي، لأن أنا هوايتي من الأساس تمثيل، وأعشق التمثيل يعني، وأعشق السينما، ودرست هذا الشيء وتخرجت بكالوريوس تمثيل وإخراج من الكويت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وكنت أنتظر الفرصة اللي أستحقها، ومن 2014 أنا تخرجت لليوم ما جتني. لين ما أنا يعني متابع جيد للأعمال الخليجية وللعربية وللعالمية، وأنا يعني دائما أقول هالكلمة وراح أقولها دائما، أنا فان معجب بالأستاذة هبة مشاري حمادة قبل ما أشتغل معاها، فما كنت أتوقع يجي يوم أني أشتغل معاها وأخذ دور كبير وثقيل وعلى قناة MBC والمخرج الأستاذ علي العلي، فكل الأشياء أن لا، يا تسوي زين يا تروح تنام. صح. فجتني الفرصة الحمد لله، أنا يعني كنت أحلم فيها وتمسكت فيها، وحتى الأستاذة هيبة أول ما كلمتني قبل ما حتى أوقع مع المسلسل يعني حسيت بنبرتها إن ما تبي تحبطني، بس إنها كانت متخوفة شوي لأن الدور كبير وفي حالات شعورية كبيرة وفي عمق، فحسيت إنها متخوفة إن مو شافت لي يعني إرشيف. ف يعني طبيعي ككاتبة وكعمل زي كذا لازم الكاتب يكون متأكد من الممثل اللي بيعطيه الدور، فأنا أصريت وقلت لها بس أعطيني هالفرصة وبإذن الله راح أبيضها، وما أدري بس أتمنى يعني أنا من يوم ما صورت ليل هاللحظة للحين ما قعدت مع الأستاذة وأخذت رأيها الصراحة يعني الرأي الحقيقي يعني. تبغى نسمعها الحين؟ أنا أتمنى والله. لا والله إضافة كبيرة للعمل. نعم. إضافة كبيرة 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 للعمل، وجه سعودي مبشر يعني بمستقبل حلو. وأنا يعني ما تتخيل إيش كثر هالعمل انتقيت، يعني أنا انتقيت الناس يعني وأصريت عليهم الكل، يعني كل واحد موجود معانا بالعمل قاتلت عشان يصير موجود معانا، ومن بينهم مهند لما كلمته ما كنت متخوفة إنه ما يكون يعني في إطار الدور، لا كان عندي أكثر من تخوف. أول شيء اللهجة كانت قديمة وهو لهجته سعودية صرفة، فبس كان عندي إنه لازم يطوع اللهجة، تعرف أنت يعني راح تبذل مجهودين، مجهود تمثل ومجهود تتحدث بلهجة يعني الشخصية المفروض تتكلم فيها. مثل ما قالت أستاذ هبة ما بأقاطعك، ذكرتني لما بالمكالمة قاعد نتكلم على سالفة اللهجة، ان اللهجة الكويتية عميقة وقديمة، فانا يعني بما اني كنت عايش بالكويت وكنت اتكلم كويتي لان كنت امثل بالمسرح لهجة كويتية واخذت عليها مع السنين، يعني عشت في الكويت 6 سنوات، فبنص المكالمة انا قلت لأستاذ هبة يعني انا تعرف اعرف اتكلم كويتي، وقلبت بالمكالمة تكلمت كويتي عشان اوريها ترى يعني قاعد اتكلم كويتي كويس. لا بس دفع حمام يثقل شوي. طيب سوي اليوم تصوير كان دقيت على قلت له شو مهند؟ تقول لا زين بس بعصره.